المغرب فاسي ما هو تقني نخليه للسي هشام، ولكن بالنسبه للارقام فالمغرب فاسي كانت منهزمه حتى لاخر الدقائق. الاعلان عن ركله جزاء صحيحه من الحكم بوسليم، الحكم ديال الفار اللي كان في المساعد الحكم نحيح من مدينه وجده عصبه الشرق، والحكم بوسليم ابن مدينه خريبكا والذي قاد هذه المقابله. بالنسبه للانذارات سيلا في الدقيقه 11 المغرب فاسي، وعزيز بن عسكر مدرب المغرب فاسي في الدقيقه 90 زائد 8. الاهداف اكسل ماي اسفي في الدقيقه 83 وحمزه الجناني 90 زائد 6. اكسل ماي جناتي اكسل ماي لم يسجل واثناء عقده مع الرجاء. واش الجمهور ديال الرجاء كان ضغط على هذا اللاعب اللي كيف تنقولوا باللغه ديال الكويريه كان متلفه مع الرجاء، مشى دخل سجل، نتمناه يبقى يسجل الاولمبيك اسفي لانه هو ما تم تعاقد معه الا باش يكون دائما في لاوتور. ومغرب فاسي كانت بين قوسين او ادنى، كانت تضيع المقابله وكانت تنهزم في الملعب ديالها. وهناك اشياء يجب ان تراجع تقنيا، وهادشي غيتذكر عليه سي هشام، لان بان بان الفريق تائه في المقابله. شفت انا تقريبا واحد 60 دقيقه ما قنعتنيش المغرب فاسي كمتفرج كمحب لكره القدم. فالاشاره هناك ملاحظه هي الانذارات ديال المدربين. زكريا عبوب انذار في الدقيقه 1، عزيز بن عسكر انذار، والمدرب ديال مولوديه وجده انذار. هذا الملتحق الجديد تاهو خدا انذار اليوم، تاهو اليوم خدا انذار اول دخول له بدكه البدلاء سي عمر نجحي، من شباب من وسلس حتى في المعامله ديالو، ولكن الانذار خداه لانه ما ضبطش هذاك الضغط ديال البونتوش، ولكن بونتوش ديال الدقائق الاخيره واصر على تكرار مغادره المنطقه الفنيه. على العموم مقابله للنسيان للمغرب فاسي، اسفي ما عرفاتش تفوز بالنقاط ديال المقابله لان الدقيقه 90 زائد 6 لعاب يقوم بدفع لاعب بهذيك الطريقه في البريمير ديفيزيون. هذا هو اللي اثر نوعا ما دخل واحد دفعه نوعا ما الغضب ديال الناس ديال اسفي، لانهم كيقول لك ما يمكنش هذاك اللاعب يدير لينا هذاك الخطا بهذيك الطريقه. حيت خطا هما شوف هما ما تيتصفروا بلانتي تيديروا اخطاء، ولكن شي كون مشى تونجاج على الكره والتايمينغ ديالو كان خطا وعرقل مقبوله، ولكن اللاعب دخل قدامه ويدفعوا. وبوسليم 2 متر وقف عليه ما تردد صفر ركله جزاء لأكدت غرفه الفار وكانت واضحه. خطا ساذج استغلوه المغرب الفاسي، كان خير للمغرب الفاسي نقطه، لكن يجب مازال تقنيا مازال المغرب الفاسي مازال كاين العمل، لانه بدايه الموسم كنا متفائلين للاستعداد ديال المغرب الفاسي والاستعداد ديال الجيش. قلنا الجيش والمغرب الفاسي هذه السنه كانوا يكونوا العلامه، الحمد لله الجيش هي غدا مزيان، ولكن المغرب الفاسي المكان ديالها هو المنافسه على مكان قاري. مكان قاري. نمشيو مباشره سي مبروك، مادام اننا عرفنا تكلم لينا سي هشام على المقابله ديال طنجه وتطوان، كيفاش شفتي كذلك تقنيا؟ الحكم شنو هي الحكم رضوان جيد. اخر مقابله له قبل الالتحاق بالديار التونسيه ان شاء الله غدا، ان شاء الله غتكون عنده الرحله. الفار كان الحكم صبري. الانذارات 3 لطنجه و3 لتطوان، 6 انذارات لانه كان دفاع بدني في هذه المقابله، وكان تدبير جيد ديال البطائق. زهير الواصلي الدقيقه 8، سفيان المدن الدقيقه 49، وصابر شفيف الدقيقه 80. هادو بالنسبه لطنجه. بالنسبه لتطوان سعد الكحال، زيد كروش، محمد كمال الدقيقه 10، الدقيقه 57، الدقيقه 85. الاهداف بجوج ديال طنجه، زهير الواصلي، محسن متولي. محسن متولي تيبان بانه جا باش يعطي اضافه للفريق، الفريق كان عازم باش يدي ثلاثه ديال النقاط. الناس ديال طنجه عارفين الصعوبه ديال الاياب، تعاملوا مع هذه المقابله ديال الديربي هي دائما تتبقى ديال ثلاثه النقاط، لان طنجه الان في الرتبه 16 بخمسه ديال النقاط، وتطوان في الرتبه 12 ب 17 نقطه. حتى تطوان راه ماشي في شي مكان مريح، لان المغرب الفاسي راه شويه كيف تنقولوا في الرتبه السعود ب 23 نقطه، واولمبيك اسفي في الرتبه 4 ب 28 نقطه، اسفي
كنا نشوفوها مع ثلاثة الاولين ومازال اسفيا تقول الكلمه ديالها. طنجه خاصها تبقى دابا غدا في لين دروات ما تلتفت لا يمين لا شمال ويحاولوا يردوا البال للبطائق لانهم تياخذوا تقريبا معدل ثلاثه اربعه البطائق في المقابله في كل مقابله.